أكد سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير الإعلام أن البرنامج التلفزيوني الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق العلا. شدد سعادة وزير الإعلام في تصريح خاص لمركز الأخبار على أن جميع شعوب المنطقة بما فيها المواطن القطري تساءلوا عن هدف وتوقيت هذا البرنامج، وهو سؤال لا يمكننا البحث عن إجابته من موظف قام بهذا العمل وفق توجيهات مباشرة وبمقابل مادي، بل يجب البحث عن الإجابة من ممولي هذه القناة. قبل الحديث عن الهدف من هذا البرنامج، دعنا نعود إلى تاريخ 5 يناير عندما تم توقيع اتفاقية العلا. بعد هذا التاريخ في يوم 6 يناير كان هناك تصريح على قناة الجزيرة لوزير الخارجية القطري، وهذا التصريح استبشر المواطن الخليجي بهذا التصريح عندما أعلن بأن اتفاقية العلا فيها مجموعة من المبادئ التي سوف تلتزم بها قطر وجميع دول الخليج. الأساسيات اللي يتحدث عنها بيان العلا الذي تم توقيعه يوم أمس هي الأساسيات الاتفاق، وهي عبارة عن أساسيات واضحة، عدم المساس بسيادة أي دولة من الدول الأطراف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والتعاون فيما يهدد الأمن الوطني أو الأمن الإقليمي، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية. ونعتقد أن هذه المبادئ الأساسية هي مبادئ متفق عليها بين كافة الدول، ويجب الآن تكثيف العمل الجماعي فيما بين هذه الدول ليكون هناك جسر للهوة التي حدثت في الماضي، ونظرة مستقبلية كيفية بناء العلاقات في المستقبل بيننا وبين الدول. ونحن ولله الحمد يعرف الجميع أننا ملتزمين بكل الاتفاقيات التي وقعتها البحرين مع دول مجلس التعاون أو الدول العربية أو جميع دول العالم، وهذا جزء من أعرافنا اللي احنا مبادئنا اللي نلتزم فيها. هذه المبادئ كانت أولها عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، التعاون الأمني، عدم التعرض للسيادة أو لسيادة الدول، والنقطة الرابعة مكافحة الإرهاب. عندما نعود للبرنامج اللي بثت الجزيرة نراه مناقض لهذه الأربع نقاط كاملة، فكان السؤال ما الهدف من هذا البرنامج وفي هذا التوقيت؟ وهذا التساؤل لم يكن فقط من المواطن البحريني، حتى المواطن القطري كان يتساءل، والمواطن الخليجي، وهذا ما رأيناه في وسائل التواصل الاجتماعي. هل لا يمكن أن توجه السؤال لموظف اللي قام بهذا العمل؟ هذا الموظف مجرد يقوم بعمل مطلوب منه وبمقابل. البرنامج ومحتواه كان فيه الكثير من الغرابة. أولا البرنامج استقطب ضيف غير معروف، ليس له أي حضور سياسي أو اجتماعي في البحرين أو في المنطقة. المعروف عنه بأنه شخص مطلوب أمنيا، له مرجعية خارجية، يحرض على كراهية النظام وعلى العنف والكثير من الجرائم اللي يعرف عنها أهل البحرين. النقطة الثانية كان يناقش كتاب ليس له أي وجود في أي مكتبة محلية أو عربية أو عالمية، كتاب غير معروف لم نسمع عنه. لذلك كان هذا البرنامج في توقيت غريب، وتم فيه التحريض بشكل مباشر على كراهية النظام، تم فيه التشكيك في السلطات الأمنية والسلطات القضائية، وفي توقيت جدا حساس. فلذلك مطلب الإجابة على هذا السؤال كان متداول شعبيا، حيث تصدت له جميع الجهات الأهلية في البحرين. بدأت السلطة التشريعية باستنكار هذا البرنامج عبر ممثلين الشعب في مجلسي الشورى والنواب، الجمعيات الأهلية ممثلة في جمعية الصحفيين وغيرها، الكتاب، وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الأخوة الخليجيين كان لهم دور في استنكار هذا البرنامج. الجزيرة الآن أصبحت عبء
على المواطن القطري أكثر منها مادة أو آلة أو سميها ما تسميها استثمارية في صالح الشعب القطري. فأنت كما تعرف بأن الجزيرة تسببت في سحب أكثر من 18 سفير من قطر أو تخفيض مستوى الدبلوماسي في قطر نتيجة ما قامت به خلال السنوات السابقة. فهذا لا يمكن أن يندرج تحت حرية التعبير. أنت إعلامي تعرف بأن المهنية الإعلامية تتطلب من أي إعلامي عندما يطرح أي موضوع الدقة والموضوعية والحيادية، وهذه ليست موجودة. العبء الأكبر الآن على القائمين على هذه القناة بأنه تم تحديد أسماء عدد كبير من الدول التي لا تستطيع قناة الجزيرة التعرض لها، وعلى رأس هذه المواضيع الشأن الداخلي القطري. فموضوع أن الجزيرة هي تعبر عن صوت الشعوب أو هي المنبر أو الرأي والرأي الآخر أو منبر من ليس له منبر، هذا الأمر يعني عفى عليه الزمن وأصبح جدا مكشوف للمواطن القطري قبل المواطن الخليجي. لذلك نحن عبر قنوات الرسمية، البحرين بلد مؤسسات، تم إرسال مذكرة من وزارة الخارجية، تم مخاطبة جميع دول مجلس التعاون. نتمنى معالجة هذا الأمر بالشكل السريع. البحرين عندما طلبت اجتماعات ثنائية مع قطر تعرف بأن هذه الأمور تحتاج شيء من الصراحة والشجاعة والمكاشفة. نحن ليس لدينا ما نخفيه، كل ما نحتاجه بأن يجب على الجميع أن يقوم بدوره المسؤول تجاه هذه المنظومة، منظومة مجلس التعاون التي نتمسك بها دائما. فلا نبحث عن إجابة من موظفين يعملون بمقابل، نبحث إجابة ممن يمول هذه القناة.